السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. شيخ دلوقتي أنا لو دلوقتي الإمام أبو حنيفة، في كتب بتنضح في الإمام أبو حنيفة، وفي كتب بتنضح في الإمام أبو حنيفة، تمام؟ لو أنا عايز أسيب المذهب بتاع أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة، ما تسيبش المذهب وتترك علما كثيرا. الذي وافق فيه الإمام أبو حنيفة الدليل مختلف إقباله. عليه يا شيخ، هو مختلف عليه. يا أخي افهم يعني أنا كلام ما يا أعرفش. أخي، افهم كلام يا أخي. ماشي مع حضرتك. أي شخص كائن ما كان أتى بكلام يوافق الدليل اقبله، يخالف الدليل رده. اختصارا اختصارا، إنما أبو حنيفة في أقوال كثيرة عنده مخالفة للدليل. وفي أقوال كثيرة جدا موافقة للدليل. ومن من الأئمة الذين لم يجتهدون ويخطئون، من منهم؟ هل كلام الشافعي كله صحيح الإمام الشافعي؟ أو كلام الإمام أحمد كله صحيح؟ لا أو هو الإمام مع مالك الدليل كله طبعا، صحيح؟ كل واحد يأخذ من قوله ويرد. بس انا قرات في كتاب السنه لعبد الله بن يا احمد أخي الكتاب، الكلام ده الإمام ابي حنيفه. عايز تكفره أنت وأنت جالس الآن؟ كفر، تريد تكفر أبو حنيفة يعني ولا إيه؟ مش فاهم. لا طبعا، لا طيب خلاص انضبط ما اعتقدش، انضبط ما الآن. يعني انا ممكن اترك المذهب احترازا، صح ولا لا انا غلط غلط، انا كده لا بعمل ده؟ كلام غلط. أبو حنيفة إذا كان له اجتهادات في أبواب المعتقد، إذا كان له وأخطأ فيها يترك ما أخطأ فيه، ما اختلفناش في هذا. لكن أبو حنيفة ما اشتهر بالكتابات في المعتقد، أبو حنيفة شهرته في الفقه. ايوه أبو حنيفة ما انا اشتهر. ما اقصدش يا شيخ، انا بس عايز افهم والله، مش اكتر يا شيخ. لا أنا بكلمك هو بس، يعني أنا بكلمك بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. أي واحد أفتى في كلام أخطأ فيه خالف الدليل نعتذر مع توقيرنا له. أي واحد وافق الدليل كلامه على رأسنا، ما في واحد من الأئمة معصوم. أبو حنيفة إذا تكلم فيه متكلم كابن الإمام أحمد، هناك من أثنى على أبي حنيفة أيضا. لكن أنا أكلمك الكلام الذي تكلموا عليه في أبواب من أبواب الاعتقاد كالأشاعرة في زمننا مثلا يعني. لكن إذا تكلم أبو حنيفة، أبو حنيفة شهرته في الفقه ولا في المعتقد؟ أنا أسألك. شهرته في الفقه؟ خلاص، ما أصاب فيه في الفقه بل هو ما أخطأ فيه في الفقه رده، انتهى الأمر. طب والمعتقد طيب يا شيخ؟ يعني هو دلوقتي أنت لو أخطأ في ما المعتقد بقول لك مش هاخد كلامه في المعتقد. أنا أسألك سؤال، سؤال. نعم. ما الكتاب الذي قرأته لأبي حنيفة في المعتقد؟ هو لا أنا ما قرأتش. خلاص ما قرأتش سيسكو. أنا قرأت السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. يا أخي ما يا أخي الكلام ده، أنا جاوبتك عليه يا أخي، الكلام ده بين قادح ومادح، ومن أيوة. الناس من يطعن في نسبة هذا الكلام. أيوة. أنا بسألك الآن سؤالا محددا، ما الكتاب الذي قرأته لأبي حنيفة في الاعتقاد حتى نقيمه؟